وتنضم إلينا هاتفيا الأستاذة الدكتورة نهى سمير عميد كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة عين شمس. أرحب بك دكتور نهى. أهلا وسهلا بك. أهلا بك. بداية، أبرز إبراز وأهمية نشر الوعي البيئي بين المواطنين ونحن على أعتاب كوب 27. مهم جدا اشتراك المواطن المصري في قضية التغير المناخي، هو مؤثر ومتأثر بها، ويجب أن يكون عنده وعي كامل حاليا بالظاهرة التغير المناخي بتأثيراتها المختلفة، خاصة أن مصر استضافت الكوب 27 وكان في حراك مجتمعي يعني جدا، احنا كلنا يعني مشجعين هذا الحراك، سواء كان المجتمع المدني سواء كان المؤسسات والحكومات والوزارات، يعني فكان في طفرة في الفترة السابقة جدا لرفع الوعي خلال المجتمع المصري. إلى أي مدى يساهم ذلك في إدراك المواطنين بالآثار السلبية لتغير المناخ والمجتمع؟ المواطن المتأثر فيها في كل المجالات، سواء كان القطاع الزراعي، حضرتك شفت المحاصيل اللي حصل فيها مشكلة، مشكلة تغير المناخ وارتفاع درجات الحرارة، سواء كانت ارتفاع سطح البحر وغرق مناطق في الدلتا، كل ده هيأثر على الإنسان وعلى المناطق الموجودة على السواحل المختلفة، دخول المياه المالحة إلى المياه الجوفية وتمليح لوحة الأرض، في أكثر من ظاهرة بتأثر فيها، خاصة كمان استهلاك الموارد الطبيعية، دلوقتي إحنا عندنا المشكلة في الشح المائي، في الموارد المائية اللي موجودة في الدولة، وبالتالي لازم المواطن هيكون يحافظ عليها سواء كان استهلاك المية ومركزه مختلفة، لازم يشعر إن هو بيساهم بحوالي ثلث البصمة الكربونية في الدولة، سواء كان من خلال بقى استهلاكه للمية، طريقة استهلاكه للمية، استهلاكه للطاقة، كيفية استخدام طاقة جديدة لترشيد استهلاك الطاقة اللي بيستخدمها، وترشيد استهلاك الوقود الأحفوري، سواء كانت العربيات، الأوتوبيسات، وسائل النقل المختلفة، هل بيستخدم وسائل نقل عام أو لا؟ لكن اسمحي لي دكتور يعني أسألك بلسان المواطن البسيط الذي يشاهدنا الآن، هذه القضايا المناخية هي خاصة بالدول والسياسات الكبيرة على مستوى العالم والدول الصناعية الكبرى، أنا كمواطن بسيط مالي ومال هذا الأمر؟ لا بالعكس، هو مؤثر عليا الهجرة، الهجرة غير الشرعية، كل دي آثار من آثار التغيرات. أعلم أنها تؤثر على الجميع، لكن ما هو المطلوب منه من المواطن؟ كما ذكرتي الحفاظ مثلا على المياه مثلا، هذا شيء بسيط يستخدمه في المنزل، ده ابسط حاجه داخل المنزل، سواء كانت خلال الصيانه بتاعت داخل المنزل، سواء كانت استخدام مياه رماديه، عايز تستخدم مياه رماديه موجوده، سواء كانت في المطابخ او في الحمامات، الوضوء، المياه المستخدمه في الاستحمام او الوضوء، كل ده ممكن يستخدمه مثلا داخل فلاش التويلت الموجوده داخل الحمامات. اذا اولا ترشيد استهلاك المياه، ثانيا يا دكتور ترشيد استهلاك الطاقة. الطاقة. إن هو ما يسيبش الكهرباء مثلا، نعم. الكهرباء لو في كتل مثلا في المية ما يجيبش مثلا يملاها على الآخر، هو على قد الكوباية اللي هو هيشربها، في حاجات كتير قوي، في إحنا عملنا تطبيق داخل الصلية خاص بالبصمة الكربونية للفرد، وناس كتير مش عارفة، إحنا بنرفع الوعي للمواطن اللي عايز، تطبيق بسيط جدا يدخل عليه يكتب استهلاكاته ويشوف هو ممكن يعمل إيه عشان يقلل من الاستهلاكات، الموارد الطبيعية اللي موجودة، مية والطاقة، استهلاك المخلفات نفسها وقد ايه مخلف بيطلع منه، وقد ايه الشراء نفسه، الشراء الحاجات اللي هو محتاجها فقط، ما يكونش فيه مخلفات كتير ناتجه عنه، ومخلفات كمان المنتجات اللي بيشتريها ينفع اعاده تدويرها، يبعد عن البلاستيك، يبعد عن الوادي، يتجه الى المنتجات الورقيه اللي ممكن اعاده تدويرها، يفتكر ان هو يعمل تدوير كل شيء داخل منزله، زراعه الاسطح داخل المنزل دي ممارسه بسيطه جدا داخل البلكونات، داخل الاسطح بتاعه العماره، ممكن يعمل زراعه اسطح، دي بتاثر في زياده الاكسجين وامتصاص الكربون، وكمان القضاء على ظاهره التغير المناخي، فهي في حاجات كتير قوي بسيطه ممكن المواطن يبقى واعي بيها، لان هو هيتاثر بيها، احنا شايفين السيول في الاماكن المختلفه، كل ده بتاثر على حياه المواطن، الامطار اللي شفناها في اوقات احنا غير متوقعه بنسبه شديده، وتهطل في اماكن غير متوقعه، كل ده حاجات مؤثره على المواطن، خلاص احنا وسط الظاهره وشايفينها، واكيد المواطن حاسس بهذه الاثار المختلفه، وبالتالي احنا لازم نوعيه ازاي هو يفتكر ان هو يقلل من هذه الاثار ويتكيف معاها. تحدثنا عن المواطن وهذا هو سؤالي الاخير، ماذا عن الدول وايضا الدول الصناعيه الكبرى بالتحديد؟ الدول الصناعيه الكبرى اعتقد انها دلوقتي في مجال ان هي تفتكر ان هو الظاهره ظاهره عالميه مؤثره على العالم كله، ما بقتش ظاهره محليه. نعم. لازم التعاون، تعاون ظفر الجهود معا كلها معا. القضاء على دي هم نفسهم ابتدوا يتاثروا بيها في اوروبا، لان ذوبان الجليد والاماكن اللي كان فيها حرائق غابات والانهار اللي جفت نتيجه ارتفاع درجات حراره غير مسبوقه في اوروبا من 500 سنه، ما كانش في درجات الحراره دي، وبالتالي هم ابتدت الظاهره تاثر عليهم، وبالتالي لازم يتوافر الجهود مع الدول الناميه ان هم اجراءات تخفيف وتكيف مع الظاهره.
وبالتالي ده انا متوقعه ان شاء الله، يعني متفائله جدا من المره دي من مؤتمر بتاع كوب 27 يكون ناجح جدا ويطلع منه يعني تعهدات من الدول وتنفذ باذن الله وفعاله وتنفذ باذن الله. شكرا جزيلا الاستاذه الدكتوره نهى سمير عميد كليه الدراسات العليا والبحوث البيئيه بجامعه عين شمس، كنت معي هاتفيا من القاهره.